وشرم برم كعب الفنجان. أبو صياح، أبو ضي الحارات الدمشقية اللي ما بتهون عليه الزحلة، شخصية حفرت في أذهان الأجيال جيلاً بعد آخر. رفيق سباعي ابن حي البزورية الدمشقية، وهو من مواليد عام 1932، تملكه في شبابه هوى الفن، مما دفع والده لطرده كون هذه المهنة لا تتناسب مع البيئة المحافظة للحي، لكنه لم يكن يعلم أن تلك البيئة هي الأساس الذي بنى عليه ملامح شخصية أبو صياح. مو شغلتنا هي سيدي، نعشق ونحب وما كنا نكنع سيدي لو أعنا طب. بدأت مسيرته أواخر الأربعينيات بتقديم مقاطع كوميدية مرتجلة على مسارح دمشق، ثم انتقل إلى الغناء والتمثيل في فرق فنية عدة كفرقة علي العريس، سعد الله بغدونس، عبد اللطيف فتحي البيروتي، محمد علي عبدو، كما أسهم في تأسيس عدد من الفرق المسرحية الناشئة بعد الاستقلال. مسيرة أثمرت عن مسلسل مقالب غوار، وذلك في عام 1967، وعمل كوميدي يعتبر بنظر كثير من النقاد أنه من الأعمال الخالدة، وما زال حتى اللحظة يصنف في خانة السهل الممتنع، وهو حمام الهنا، وذلك في عام 1968. هلأ نحن بإيش ولا بإيش؟ اتركوني بهمي، انقطع رزقي من خداكم انت وياه. أطل فنان الشعب على مستمعيه عبر إذاعة دمشق لمدة 12 عاما في برنامجه الأسبوعي الفني حكواتي الفن، والذي هو من إعداده وإخراجه أيضا. كل حلقة تتحدث عن مطرب عربي من نجوم طرب الزمن الجميل، هدف من خلاله على إطلاع الجيل الجديد على منجزات وإبداعات أساطيل الغناء من سوريا والبلاد العربية، بالإضافة لجوانب كثيرة من حياتهم الشخصية. عبقرية الفن والتميز ببصمة الأدوار التي كان يقدمها سباعي لم تنحصر عبر أثير الإذاعة وعلى الشاشة الفضية، وبكلمات المونولوجات التي قدمها وتكلم فيها بلسان حال الناس، كذلك أبدع بشخصياته التي قدمها عبر الشاشة الذهبية، منها سفر برلك مع الرحابنة والسيدة فيروز، بنت الحارس مع الرحابنة، هاوي مشاكل، أحلام المدينة، فتاة شرقية، وغيرها الكثير التي فاقت 50 عملاً سينمائياً. وبفيلم سوريون اختتم فنان الشعب مسيرته السينمائية. أحفادي اللي كان لازم أفرح فيه اندفنتم بإيدي هدول. صار لي 3 سنين بعيدة عن بيتي وبنتي مشان أعمل الشيء اللي لازم أعمله، مشان أكون مع الناس اللي لازم أكون معهم. شلون قلبت الدنيا وصار فينا هيك؟ أمام عظمة فنان الشعب رفيق سباعي كرم بعدد من الأوسمة والجوائز التقديرية، فقد منحه الرئيس بشار الأسد في عام 2008 وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة، ليغادر رفيق سباعي عالمنا في 5 من كانون 2 من عام 2017، ويبقى حاضراً في وجدان الجمهور وبصمة واضحة في عالم الفن، ويسطر اسمه في سجلات التاريخ بحروف من ذهب.